زخم دبلوماسي أجنبي في قصر الرئاسة اللبنانية. السفيرة الأمريكية دوروثي شي تلتقي الرئيس ميشيل عون الذي سبق واجتمع بسفيري فرنسا والسعودية. الآن وبعد مرور 8 أشهر تقريبا من دون حكومة بسلطات كاملة، ألم يحن الوقت للتخلي عن تلك الشروط والبدء بتسوية؟ إنه لمن المهم التركيز على تأليف الحكومة وليس عرقلتها. زحمة الأخبار المتعلقة بالسفراء تصدرت الصحف. سفراء السعودية وفرنسا والولايات المتحدة اجتمعوا للبحث في موضوع تأليف الحكومة اللبنانية، وأكدت مصادر متابعة للتلفزيون العربي اتفاق السفراء الثلاثة على تنسيق الجهود وترتيب المواقف والأدوار. حراك انطلق بعد معلومات عن نية بعض الدول الفاعلة اتخاذ إجراءات بفرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين قريبين إلى رئيس الجمهورية. فقدوا النوى أن تستطيع هذه الطبقة الحاكمة من تسهيل ولادة حكومة. من هنا نحن ربما نكون على أبواب عقوبات جديدة، ولكن هذه العقوبات مدى فعاليتها ومدى إنتاجيتها، يعني من حيث المبدأ العقوبات التي مورست على دول أخرى تطلبت فترة طويلة من الزمن. الحراك الدبلوماسي نشط بعد انحسار المبادرات المتبادلة بين أحزاب الطبقة الحاكمة، ولذا ترى أوساط المعارضة أن حصول الاتفاق الداخلي كان ليشكل حصانة منيعة في وجه أي ضغوط خارجية قد تمارس لقاء منح لبنان حلا لأزمته الحكومية. انكسرت مفاتيح الحلول الداخلية أمام أقفال العقد الحكومية، وانطلقت المساعي من الأطراف الخارجية وإليها، وإلى حين النتيجة المرجوة. يزيد التعطيل السياسي قلق المواطن من تفاقم أزماته المعيشية المتروكة محليا ودوليا. حسين خريس، العربي، بيروت.